الو المطافي. نعم انا شاويش مغاوري. طفيتوا الحريقه واتطفوها ليه يا بارد؟ مالك انت ومال شغلنا؟ اتفضل ولعها تاني وانا جاي اوريلك الحرايق تتطفى ازاي على اصولها. الوالد كان واحنا يمكن صغيرين، وانا دايما اقول ده، انه كان صعب شويه علينا، يعني كان اب شديد فعلا واحنا صغيرين في مرحله الطفوله واحنا صغيرين، وهو كان يقاوم وممكن يبقى شديد شويه، بس كان الجميل فيه انه كان يصالح برضه، يعني بعد ما يعاقبنا او لو حد عمل حاجه مش مظبوطه بيعاقبه، وبعد كده يرجع يبقى هو اللي يصالح مش حد تاني. وده كان فترة الطفولة. بعد كده لما كبرنا بقى تحول الأمر لصداقة جميلة جدا، وكان صاحب لينا وكان قريب لنا جدا، ونشاركه في كل الأمور ونناقش في كل المشاكل في كل أدواره في كل ياخد رأينا، نتكلم في كل حاجة، كل الأمور اللي متعلقة بالحياة نتناقش فيها ونتكلم مع بعض. من الحاجات اللي كنت بستمتع بيها جدا مع الوالد لما ننزل مثلا رايحين مشوار او خارجين او نازلين وسط البلد رايحين حتة، ان انا كنت احب اشوف رد فعل الناس لما تشوفوا ايه، يعني كانت حاجة عندي، يعني لازم اقعد ابص على الناس كده لمجرد اشوف رد فعل. سبحان الله، يعني لا يملك احد ان هو يشوفه الا وليبتسم، وناس جد، يعني هقول لك، في ناس دايما، في ناس خفيفه، يعني بتشوف ممثل يتجننوا ويتنططوا ويحبوا يروحوا يسلموا، في ناس برضو شخصيات بتبقى تقيله شويه اللي هي اكثر ثقلا، وعادي فنان، يعني عادي احنا بنمشي نشوف فنان عادي ما فيش مشكله. ففي ناس حتى دول لا يملكوا الا انهم يبتسموا على الاقل، يعني مش هقول لك هيتنططوا او بتاع، انما مجرد ان عينهم يقعوا على الوالد تبص ابتسامه مرسومه على وشهم، سبحان الله، يعني فعلا هو كان عنده قبول رائع، يعني الناس كلها تحبه والناس كلها مجرد تشوفه تشعر بالسعاده، سبحان الله. ليه ما اعرفش، انما هو عشان كده بقول لكم دايما اراقب الحكايه دي واحنا نازلين وماشيين كده في شارع والناس عماله تيجي في وشنا وبتقابلنا وتشوف رد فعل شكله ايه، سعاده غريبه. في بداية طبعا عمره ما كان يتخيل انه هيرتبط بشخصيه معلم وانه يبقى ابن البلد، وان هو اما يتقال احسن معلم جه على في خلال السينما المصريه او على مدى عمرها، اما على طول لازم يذكر اسم محمد رضا. الوالد عمره ما كان يفكر في ده في بداياته، ولا عمره كان يتخيل ان هو يرتبط بشخصيه المعلم ابدا، يعني كان في الاول اما هو غاوي الفن وغاوي التمثيل ودخل معهد عالي للفنون المسرحيه وكان بيمثل حاجات باللغه العربيه وحاجات جد جدا، وكان في بداياته جسمه رشيق وشكله حلو، وكان بيتوسم ان هو يعمل دور فتى الاول، يعني هو كان متخيل ان هو هيعمل فتى الاول ويطلع ممثل زي ما الناس الموسيقى. اما جاء عمل مسرحيه زوال المدق ومثل فيها دور المعلم كرشه وعمله حلو قوي واداه باقتدار، وعمل بعديها مسرحيه ثانيه برضه عمل فيها دور معلم، من هنا بدات علاقته بالمعلم تبقى قويه جدا، وبدا المخرجين اما يكون في شخصيه معلم او دور فيه معلم يقولوا محمد رضا بدون ما يفكروا خلاص. يعني اللي يحط سيف ليه ما يحطش سفرين ثلاثة؟ سفرين ثلاثة؟ انا ببيع وقت السمك من دول بحط فوقها خمس ست سفريات تكون على البيع. له اصحاب كتير كانوا معلمين وكان يروح يقعد معاهم في الجيزة واصدقاء، وكانوا اصدقاء مقربين ليه ويحبوهم ويحبوه، عنده طرز البلدي بتاعه مخصوص اللي هو يفصل له هدومه، والممثلين دايما لما بيبقى في لبس يبقى لبس الراكور بيجيبوه له بيحضروا له اللبس بيبقى ملابس. الوالد كان عنده شنط سفر فيها لبس المعلم بكل حاجته، باللاسه بالطاقيه بالسدير اللي بيتلبس من تحت بكل حاجه بالجلاليب بكل الاطقم دي موجوده. عندي طقم كامل من الملابس اللي كان بيؤدي بيها الدور، من الجلابيه واللاسه
سديري، طقم كامل موجود زي ما هو، محتفظ بعلبة شنبات دي كانت بتاعته هو خاصة، وفيها مجموعة شنبات اللي هو هو كان يعني المكير يعمل له كل المكياج بتاعه، ويفضل موضوع الشنب الوالد بحكم خبرته بحكم أداء دور معلم يعرف يعني الشنب المناسب للشخصية اللي بيأديها، لأن في معلم شرير، معلم طيب، معلم بيختلف، فكل شخصية ليها شنب اللي هو يناسب. فهو كان عنده الشنبات دي وعنده اللزق بتاعها وكل حاجة، وهو بعد ما يخلص المكياج يبدأ هو يحط الشنب وياخده من العلبة بتاعته. العلبة دي أنا محتفظ بيها، علبة صفيح ملهاش علاقة طبعا بأي حاجة، كان فيها شوكولاتة أو حاجة هو خصصها وحط فيها مجموعة الشنبات، وحط فيها مجموعة الغيرة والحاجات اللي بيلزق بيها الفرش والحاجات زي كده، ومحتفظ بيها. أنا محتفظ بيها لغاية النهاردة. النهاردة الوالد بقاله 25 سنة متوفي، وموجودة الحمد لله زي ما هي، وفي بعض المقتنيات، في بعض الجوائز البسيطة اللي كان خدها موجودة برضو، في حاجات متعلقاته الشخصية، في حاجة بعض الحاجات موجودة عندي، كارنيهات، عندي بطاقته، وعندي الحاجات دي موجودة برضو محتفظ بيها. اللازمات دي هو اللي كان بيحطها، وكانت هي اللي بتعيش، وكان الناس يعني بقالها صدق كويس جدا عند الناس وبتعجبهم، يعني زي مثلا ما كان يقول هل أنا أسوأت إيديك، هل بت في إن، يعني له حاجات كتير قوي، جمل كتير كان يقعد يرددها كده، والناس خدتها عنها، عجبت لك يا زمن، حاجات كتير جدا في كل معظم اعماله كان دايما يحط الطريقه، وهو يقول لك كان في معلمين بيتكلموا بالطريقه دي. اسكو مثلا 30 يوم في السجن لما اتعمل وعمل فيه دور معلم جلجل ابو شفتوره، وكان بيقص الكلى، احنا كنا بنتكلم كده في البيت، قعدنا مده بعد الفيلم لان الفيلم سمع قوي وكان له صدى جميل عند الناس، مش عايز اقول لك هو يتكلم معانا كده واحنا نرد عليه كده، يعني يقول هاتولي ميه ساسه، ميه ساسه يعني عايز ميه ساقعه يعني، فخلاص واحنا نرد عليه كده، هو يتكلم معانا كده، وكلنا في البيت بنتكلم بالطريقه دي لفتره، يعني الفيلم كان فعلا الدور كان جميل وكان له صدى حلو عند الناس. الناس بتخيل الممثل الكوميدي ده طول النهار بيضحك، او هو شغلته ان هو يضحك بس ويقعد يضحك الناس، لا ده انسان برده له مشاعر وله مواقف صعبه، له ابنه ممكن تمرض وتبقى تعبانه، لك تخيل ما تبقى ابنه وحيده وتتعب وتتوفى وهو عايش ولازم ينزل ولازم يشتغل ولازم يضحك الناس ولازم يقوم بدوره، فالناس بتعرف ازاي بقى مشاعره اما والده يتوفى ويبقى عنده مسرح برضه وينزل ويمثل ويشتغل، اكيد يعني دي حاجه مش سهله. هو لم ياخذ حقه من التكريم، وهو مش هو بس، الجيل ده كله بصراحه يعني معظم الناس من الجيل ده وخاصه الكوميديين، يعني الممثلين الكوميدي دايما يعني وسهل جدا الناس تخلي الناس تعيط او تبكي او تزعل، انما عشان تخلي الناس تبقى مبسوطه او تضحك او تبقى سعيده موضوع اصعب كتير جدا. وهو يعني وكان يقول لك بره يعرف قيمه الفنان الكوميدي ازاي وان هو له قيمه، احنا هنا في مصر ما هو ما خدش تكريم. هو كان دايما يقول انا تكريمي حب الناس، احنا عاملين جمعيه اوريدي، يعني احنا عاملين جمعيه سميناها جمعيه ابناء فناني مصر، جمعيه ابناء فناني مصر فيها كل يعني كوكبة من أبناء وبنات وجيل الرائع اللي هو لا يتكرر ده، يعني الناس كلها أي أنا مش عايز أقول أسامي عشان ما انساش حد لأن هم كتار قوي، يعني هي الجمعية عاملينها برئاسة ماضي توفيق الدين ابن الأستاذ توفيق الدين مستشار ماضي توفيق الدين، هو رئيس الجمعية وإحنا أعضاء مجلس إدارة فيها، ومعانا مجموعة كبيرة جدا من أبناء الفنانين. والحقيقة اليومين دول في شيء معمول جميل من وزارة الثقافة من خلال معالي الوزيرة والناس اللي معاها، وإن هم بدأوا يجمعوا مقتنيات الفنانين يعني، وده تم يعني هم الموضوع ده برئاسة الأستاذ ياسر صادق، وبيحطوا الحاجات دي في المسارح بتاعت الدولة زي متحف أو حاجة يبقى فيه مقتنيات الفنانين دي، وفعلا بعض الزملاء من معانا عملوا ده.